بتخوفيني ليه؟ بتخوفيني يعني ولا ايه؟ لا ولا خوفك ولا بخوفك. يا اخواتي بحبها، دي حبيبه امها. لا دي دلوعه امها، اطول منها وواخده حلاوتها وثقافتها اجنبيه. الحلوه بطله الفيديو بتاعنا عايشه في ايطاليا، بس بالمصري هي حساسه وعقلها يوزن بلد. دخلت التمثيل بالصدفه ومفيش حاجه صعبه عليها، ملهاش في السوشيال ميديا وما سايباها تختار شريك حياتها براحتها وما بتحبش حد يساعدها. حكاية جومانا بنت الفنانة لقاء سويدان. ليه طلعت عين غادة عبد الرازق؟ تفتكروا مين هو أبوها؟ هل علاقتها بالفنان حسين فهمي كويسة وقت جوازه من مامتها ولا لأ؟ يلا بينا نعرف حكايتها كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. اتولدت جومانا بنت لقاء سويدان وفي بقها معلقة ذهب. حياتها كانت مستقرة جدا، أبوها وأمها حبايب وعلاقتهم زي السمنة على العسل، بيحبوا بعض وبيتمنوا لها الرضا ترضى وأي حاجة بتحتاجها تلاقيها. طبعا مامتها فنانة معروفة وأبوها يبقى أمين أحمد أنور، بيلعب بالفلوس لعب زي ما بيقولوا. الأب بقى كان معاه مال وجاه وسلطة الله أكبر عليه، بس للأسف دايما الحلو ما يكملش والفرحة معاه بتبقى ناقصة حتة. أصل أبوها فجأة انفصل عن أمها وسابها معاها وقال لها ربيها أنتي بقى وأنتي برضو أمها ومش هتهملي فيها، بالعكس ده أنا هبقى مطمن عليها وهي معاكي. انفصلت لقاء وهي فرحانة بوجود بنتها معاها، وهو مش هيرفع عليها أي قضية خالص وياخدها للمحاكم. بس المفاجأة إن لقاء بعد فترة لقيته بعد نفسه عن أي مسؤولية تخص بنته، لا بيبعت نفقة ولا بيسأل عليها ولا كأنها بنته خالص، ولقاء زيها زي أي أم. ما قدرتش تسكت عن حق بنتها واتضايقت جدا، فرفعت قضية نفقة في المحكمة وأخدت سنين لحد ما ربنا كرمها وأخدت حقها تالت ومتلت. لحد ما من فترة قليلة طلعت لقاء وقالت إنه بقى كويس وبيصرف على بنته وما بيفوتش يوم من غير ما يسأل عليها. بس بعد إيه؟ أكيد جومانا يعيني عليها نفسيتها اتأثرت باللي أبوها عمله معاها بعد انفصاله عن أمها، بالذات إنها شخصية حساسة وأقل حاجة بتزعلها، ومش بعيد تلاقيها لسه بتعاني لحد دلوقتي من اللي شافته. أما بقى عن علاقة جومانا بجوز أمها السابق الفنان حسين فهمي، فهي مؤكدة إنها كانت كويسة جدا وقت جوازهم علشان اتربت في بيته، والفنان حسين فهمي ما يفوتش الواجب أبدا وادها الحنان اللي كان نفسها تاخده من أبوها. لكن دلوقتي بقى ما نعرفش إيه علاقتها بيه، هل لسه بتكلمه ولا زعلانة على أمها اللي بعدت عنه خالص كأنها ما تعرفوش بعد انفصالها، بالذات إنها أخذت حقها منه في المحكمة برضه. جومانا دخلت التمثيل بالصدفة، كانت في يوم قاعدة مع مامتها والمخرج طارق رفعت اللي عجبته شخصيتها جدا هوب رشحها تمثل في مسلسل ضد مجهول مع الفنانة غادة عبد الرازق. فرحت جدا. وقتها مامتها استغربت وقالت لها انت من امتى عاوزه تمثلي؟ فقالت لها ما هو انا ما يرضينيش علشان مش عايزاكي تساعديني يتقال عليا اني دخلت بالواسطه، اصلها يا جماعه عقله قوي وبتحسب كل حاجه بتعملها. شاركت جومانا في المسلسل وطلعت عين غادة عبد الرازق وقت التصوير عشان كانت متوتره جدا، اول مره بقى تقف قدام كاميرا. واللي محدش يعرفه ان جومانا دلوقتي عايشه في ايطاليا بتدرس علوم سياسيه، وطبعا ثقافتها اجنبيه وبتتكلم انجليزي، مركزه جدا في دراستها الفتره دي، ولما تخلصها هتشوف بقى اذا كانت ناويه تكمل في التمثيل ولا لا. جومانا بتعشق السفر زي عينيها، كل يومين تلاقيها مسافره بلد مختلفه، وملاش في السوشيال ميديا خالص، يعني ما عملتش اي اكونت على تيك توك زي ولاد الفنانين، وحتى حساباتها زي انستجرام برايفت. ومن يوم ما ظهرت مع مامتها في فرح الفنانة بشرة ووقتها كانت بتغني مع مامتها وبقت عروسة زي القمر، تخيلوا دي بقت أطول من مامتها، وواضح كمان إنهم أصحاب جدا. تفتكروا بقى بنت لقاء سويدان هتغير تفكيرها الفترة اللي جاية وممكن تظهر على السوشيال ميديا وتركز في التمثيل ولا إيه؟ قولوا لنا في التعليقات.